عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا لاكيش عامرين بلادان فيمي. نوجدوا وحده كبيره وحدين صغار، اللي مهتم يبقى معايا ان شاء الله في الفيديو. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو، عندي نص كيلو ديال الدقيق، وعندي 250 غرام ديال الزبده مارغرين، تكون بحراره الغرفه. غندير قريصات الملحه، قياس الملحه اللي ملحنا العجينه، وغادي نعجنوا الزبده والدقيق حتى ينسجموا مزيان. عاد غادي نبدا نزيد في الماء. الماء تقريبا نزلت ليا قياس كاس تقريبا تاع العنبه، على حسب الدقيق غادي تزيدوا شويه بشويه حتى تعجن، ما تجيش جاري وما تجيش قاصحه. من بعد ما نسجمت الزبده مع الدقيق، صافي غادي نبدا نزيد الماء شويه بشويه، ما نجريوش العجين، خليوه يدلك شويه صافي باش نخدمو به. راه ما كيحتاجش هذا العجين اللي يرتاح لا حتى شي حاجه، غير كنعجنوه وتنخدمو به في نفس الوقت. هذا هو الشكل ديالو، هذا هو القوام اللي خصو يكون عليه. هذا هو الشكل ديال العجين ديالنا. صافي دابا غناخذو نخدم به في نفس الوقت. راه كيجي لين، كيساعد في الخدمه، ما صعيبش في الخدمه ديالو. غير جربوه ان شاء الله راه غادي يعجبكم. غنستعين بشويه ديال الدقيق باش ما يلصقش ليا. غنحاول ندخل شويه على حساب القناه عاد نقطع. ماما راه الطريقه موضحه في الفيديو، خليكم معايا وغتشوفوا الطريقه كامله. انتوما كيف ما شفتوا كندير صبعي في الدقيق وكنبدا كندخل القناه، كنحاول نجيبهم مقادين يكونوا مقنتين من التحت باش ما يجيوناش طالعين، يجي الشكل ديالو مقاد على الاطار، كيجي لتحت زاويه قائمه.
كنبقى كندور ومنين كندخل القناه كاملين كنتاكد باللي صافي درتهم، غنحيد داك الزائد بشي سكين باش يجيونا مفينين حتى من الفوق. صافي من بعد ما حيت لها دوك الزوائد اللي عندنا غادي نتكامل الداخل بشي فرشات، وحتى الجناب غادي نتكو مزيان باش ما تنفخش. فهاد الوقت اللي غنوجد انا لي طاخت صغار غادي نديرها هي في المجمد باش تبرد، واش تكون هي بارده وندخلها نيشان الفران. غنوريكم الطريقه باش خدمت. تقدروا تخدموا بطابع يكون كبر من هذا، انا تجيني الطريقه سهل ما تحتاجيش لها طابع اخر كبر. كندخل حتى هما القناه، حتى هما غادي ترققوهم على القياس اللي بغيتو على حسب العائله ديالكم شنو كتبغي. كنحيد هذاك الزائد عاد كنبدا ندخل القناه بحال كي درنا في السخ الكبير. حتى هو نفس الشكل غادي نحيد دوك الزوائد بسكين. كنجيب الجهه الحاده من الخارج، كنضرب من الداخل للخارج. دابا راه شفتوا راه مازال ما قادينش القناه، خاصهم يكونوا مفينين من التحت. غنبقى كندخل بالقناه ديال صباعي، كندخل وندور ندخل وندور حتى يتفينوا من التحت. انتم غادي تشوفوا غنحيد عاوتاني الزائد من الفوق. صافي دابا هما شتو واجدين. غنكمل بهاد الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي باش ندوزو نشوفو الطريقه ديال الطياب ديالهم. هما دابا غنتكاهم بالفرشات من الداخل، نتكليهم حتى الجنيبات. راه عطاوني 10 من هاد القياس ووحده كبيره، داك 500 غرام ديال الدقيق، هذا هو القياس اللي عطاتني. صافي غادي نتكهم وندخلهم الفران يطيبوا على حراره 160، نعافيه من الفوق ومن التحت، نخليهم يطيبوا على خاطرهم. دابا باش ما يتنفخوش لينا، هادي راه شفتوها كانت في المجمد راه جمدات، درت فوقها واحد البابي كويسو. وديروا فوقها اي نوع القطنيه عندكم، غادي تحطوه باش ما تنفخش على واحد في 20 دقيقه الاولى باش كتكون نشفات. صافي ومن بعد كنحيدو ونخليها تحمر تحمر من الجناب ومن الداخل عاد باش ندوزو نعمروها. صافي دابا راه طاب تنشفات، غير تنشف غادي نحيدو هكا وكنخبيه حتى كنعاود نخدم بيه مره اخرى. دابا دخلها عاوتاني الفران باش تحمر من الجناب ومن الداخل باش نعمرها. هانتوما هذا هو الشكل ديالها من بعد ما تحمرات. كنحمرهاش بزاف حيت باقي غادي تدخل الفران منين نزيد ندير لها لاباراياكيش.
بالنسبه للاباراي اللي غنحتاجو ليها عندي 100 غرام ديال لدان فيمي وشويه ديال الفرماج حمر، 3 ديال البيضات، نص سيترو الحليب، شويه البزار وشويه الملح. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو فيها. غادي نخلط العناصر كامله عاد نديرهم فوق لاطاخت اللي وجدنا. صافي ندخلهم للفران غير باش يطيب البيض، راه كلشي طايب غادي يطيب هذاك البيض. صافي وغتحمر من الفوق ونخرجها ونقدمها ان شاء الله. هانتوما خليكم معايا. بالنسبه لهاد لاباري تقدروا تعمروها بلي بغيتو، الاساس ديالها هو يكون فيها غير البيض والحليب وداك الريحه والبزار. وانتوما تقدروا ديروا لبن، تقدروا ديروا كفته، تاع اللحم السوسيس اللي كان تقدروا ديروه وتجري عليه الحليب والبيض، راه كتجي جديدة بزاف. كيكون فيها هداك المذاق ديال لدان الفيمي، كيجي جديد صراحة. جربوها ان شاء الله بهاد الطريقة راه غادي تعجبكم. صافي غادي نعمر في الكيش وندخلهم يطيبو ونتلاقاو ان شاء الله من يتحمرو ونخرجو من الفرن. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران، خليتهم حتى تحمروا. هذا هو الشكل ديال هاد الصغورين، كيجيو محمرين من التحت. غنحاول نفتح معكم وحده. هاديك لاباط من التحت كتجي مقرمشه. هذا هو الشكل ديالهم من الداخل. جربوهم ان شاء الله يعجبوكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم باش تعمل فائده ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.